اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده سمك، ولما نقول سمك يعني سمع هوس. معنا البوري من خير مزارعنا، بنصدره لكل دول العالم. السمكه البوري الميه بتاعتها وجمالها في اللحم بتاعها الابيض. تعالوا نعملها مع بعض النهارده سنجاري، ولكن بمدرسه المغازه هنعمله ازاي؟ بالتاكيد بيختلف الاذواق، البعض بيحب الخلطه نيه، الخلطه مستويه فيها كرفس ما فيهاش كرفس، في حكايه في السمك السنجاري وخاصه عند المصريين، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا سمك فيليه شربياض، كلنا بنحب شوربه الصياديه، ولكن لما نعمل الصياديه ونعدل منها ونطور منها بتاعه الصياد اللي بيشربها على المركب بما انها شوربه الصياديه، هنعملها النهارده بالشوفان. اذا دعمناها بالشوفان ورقائق الشوفان والقيمه الغذائيه اللي موجوده في الشوفان اللي بتدعم وظائف الجسم. معانا النهارده كمان نوع من انواع البطاطس لطيف وجميل، كلنا بناكل بطاطس مقليه مشويه مع اكل السمك، ولكن لما ناكلها النهارده بوري بالتونه اكيد دعمناها باوميجا 3 وفيتامينات عاليه جدا، وخاصه الاطفال اللي هي مهووسه بالبطاطس وبتحب البطاطس سواء مقليه او مشويه، هناكلها لهم النهارده مع اوميجا 3، يعني اكلناهم سمك بطريقه غير مباشره. مش عايز اطول على حضراتكم لان في التفاصيل في الحلقه كتير وفيها شغل بجد، وفيها كمان اكله سمك النهارده فلازم نعملها بمزاج. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، اهو هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي اكله سمك نهتم بيها سواء كانت غاليه فيها جمبري ما فيهاش جمبري. اكله السمك نحب نعملها بمزاج لان هي اكله بتتاكل مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع وبتبقى اكله عزيزه وحلوه. البوري طبعا بنعمله مشوي رده، بنعمله سنجاري، بنعمله زيت وليمون، بنعمله صينيه بالطماطم، بنعمله صينيه بالبطاطس، حاجات كتيره قوي، بس السنجاري لوحده حكايه. تعالوا شوفوا مقاديره على الشاشه. بوري اربع حبات، الحبه تعمل 500 او 600 جرام، حلوه قوي ده الوزن، ده كويس في السمكيه من 500 ل 600 جرام، ده الوزن المناسب لحبايه السمك عشان نعملها سنجاري تبقى ملحمه. المقادير على الشاشه نقدر نصورها بالتليفون او نكتبها ورايا مباشره. ومعانا طبعا كزبره، ومعانا كرفس، معانا هريسه حلوه، ومعانا صوص طماطم، ومعانا ملح وفلفل مكعبين من الزبده، تعالوا شويه حب، دول مهمين جدا، توابلنا ملح وفلفل وكزبره. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. حلو الكلام. اول حاجه هعملها هعمل التخديعه بتاعه الصياديه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. تسبيكه من الاخر يعني، انا شخصيا بحب التسبيكه تبقى مستويه، ما بحبش ان الخلطه اللي تبقى جوه السمكه فيها ريحه البصل. خلي بالكم، هنقلب البصلايه دي مع شويه زيت وزبده على النار لغايه لما تحمر شويه، دي مهمه جدا على فكره. بصلايه نيه في قلب السنجاري بتفصل الطعم بتاع السمك، خلي بالك. هننزل بالبصلايه دي كده شويه بصل محترمين زي دول كده. معانا تكتبي ورايا يا ست الكل، حلوه قوي لان عارف احنا المصريين نحب السنجاري. ادي توم طازه، بلاش التوم الباودر في الاسماك من فضلك الا اذا كان في الكريسبي مفيش مشكله. الحاجات المقليه زبده، نقلب دول كلهم مع بعض كده ونسيبهم يعيشوا مع بعض شويه. عينك هتدمع من ريحه البصل، وعينك غاليه علينا يا ست الكل يا امي. نحط شويه بهارات حلوين، البهارات ايه بتاعتنا يا عم الشيف؟ بدايه من الزعتر، الكمون، كزبره، دول حبايب السمك على فكره، شويه بابريكا حلوين. هنحط الزعتر عشان عينينا بالشكل ده كده، شويه بابريكا حلوين، شويه كمون محترمين، سنه كاري صغيره او كركم بتدي لون للخلطه بتاعه السي فود، فلفل اسود، حلو الكلام، شويه شمر ناعمين. ما هو الشمر في مدرسه المطبخ يا مغازي؟ الشمر اللي هو الشبت او بذور الشبت المطحونه ناعم. نقلب كده اهو، بصلايه كده خدت لونها ونسيبها على النار ننساها شويه، ما تستعجليش عليها لان دي لو اتحطت نيه في بطن السمكه هتقلب لك طعم السمكه، وانا مش عايز اهرب من طعم السمكه استطعمها اذا كانت قاروص اذا كانت بوري.
دي مهمة جدا على فكرة. الملح أخباره إيه؟ على الخلطة أو الكشنة أو التسبيكة، المسميات بتاعتها بقى عشان حبايبنا اللي بيتابعونا في كل دول العالم، الكشنة أو الخلطة أو التتبيلة أو التسبيكة تسبك، هنعمل مرينيه للسمك البوري قبل ما نحط عليه الخلطة وندخله الفرن يتشمع. الله عليك يا شيف، دي معلقة فلفلة حلوة آه. واسيبها على النار شوية، دي فلفلة حلوة اللي هي الهريسة الحمراء. حلو الكلام، حلو الكلام. احط للأمانة كمان معلقة سكر صغيرة كده بأطراف صوابع ايدي كده، مش كتير يعني. ليه السكر يا عم الشيف؟ عشان الحموضة بتاعت الصلصة. واسيبهم على النار شوية. عندي هنا بوكيه جرني جاهز على النار، مية بتغلي. دي معايا دايما في المطبخ بتاعي لما كنت بعمل أكلات يعني، رز، كبسة، أسماك وهكذا. بحط هنا الكرفس والبصل والثوم والجزر، كله يغلي على النار. عندك شوية قشر جمبري حطيهم ما تخافيش، عندك روس سمك، ديول سمك حطيها ما تخافيش، وهكذا. بناخد منها شقشاء مية حلو كده، شفت الحلاوة دي كده اهو. المفروض انها سيبها تغلي شوية، خلي بالك يعني، تسيبها تغلي نص ساعة كده لغاية لما ناخد الطعم ده كله. خليك انت احسن مني، هناخد شوية كده ايه شوربة من دي. الله عليك يا عم الشيف، ونسيب دي كده على النار. نعمل المرينيه بتاعنا، تومة ناعمة، الله عليك، معلقة فلفلة حلوة، شوية زعتر، شوية الملح التمام، العصرة الليمونة الحلوة، حلو، توم، فلفلة، عصرة ليمون حلوة، شوية زيت زيتون عشان السمكة تبقى طرية ولحمها طري زي الفل، شوية الكمون وشوية الكزبرة والبابريكا. ده المرينيه بتاع تتبيلة السمك علشان ندخله الفرن يتشمع معانا بالشكل ده كده. هنوزعه بمعلقة صغيرة كده على لحم السمكة أو بالفرشاة زي ما أنت عايز. ده المرينيه بتاعنا جاهز اهو، يبقى سايل بالشكل ده كده اه. ممكن على فكره نعمل حاجه لطيفه، تحط معلقتين من الزبده، ده اختياري بقى، تحط معلقتين زبده من هذا الخليط. احنا ممكن نحط الزبده على لحم السمكه عادي. هنجيب الصينيه بتاعتنا من الفرن، حطينا بتسخن، اللهم صل على النبي. تعالي يا صينيه ايه تمام. بنجيب ورق زبده، فين ورق الزبدة؟ معانا ورق الزبدة. اوعى تحط ورق فويل مباشرة على السمك، مادة الصدى اللي موجودة في الألمونيوم مش لطيفة خالص، بتتنقل من ورقة الفويل على اللحم أو على الفيلات أو على الأكل بتاعك نتيجة تعرضها للبخار ودرجة الحرارة. بسيب الورقة كده عشان هندخل الصينية دي في الفرن لغاية كده زي الفل يا عم الشيف. بترسم لوحة فنية يا عم الشيف. السمكة بتاعتنا زي ما هي كده، بنحطها هنا كده، ونفس القصة السمكة بتتفتح من ظهرها على فكرة اه، خلي بالك. شفت السمكية البوري اهي. طبعا ده جاهز معانا عشان الوقت النظافة بياخد وقت. بنعمل ايه يا عم الشيف في السمك؟ اساتذة المصورين حبايبي والاخراج الجميل اه، البوري خير مزارعنا الجميل الحلو، بوري من خير ده مش موجود. سمكه البوري والبولتي دي مش موجوده غير عندنا في مصر وبس اه. بنشيل الصدف بتاعها ده اساسي، ونحتفظ بالجلده دي تحمي السمك وفيها دهون اوميجا 3 ما بين الجلده واللحم. بنفتح السمكه من ظهرها، اول ما بنفتحها من ظهرها ونيجي عند الراس برضو بنفتحها من ظهرها، بتشوف الحمار والحلاوه. بننظف السمكه هنا من كل ده، عند بنحتفظ بالشوكه اللي موجوده دي علشان بتدي عزم وشخصيه للسمكه. ما تشيلهاش دلوقتي، عايزه تشيليها بعد كده مفيش مشكله. ارص السمك ده كده، دي هتشيل ثلاثه بس بصراحه اه، ثلاثه كفايه قوي زي الفل تمام اه. ناخد المرينيه بتاعنا،
نوزع كده. شفت الجو ده كده بقى اهو، وندخلها الفرن. انسل الزفاره مكان بينا. هتعملي البولت سنجاري نفس الطريقه، هتعملي القاروص سنجاري نفس الطريقه، هتعملي الهامور سنجاري نفس الطريقه، هتعملي اللوت سنجاري نفس الطريقه. لا لا، الدنيس ما تعملش سنجاري يا باشا. الدنيسه دي سمكه عزيزه، هي والزبيدي حبايبنا في الخليج. سمك الزبيدي اتعمل مشوي زبده وليمون او مقلي حكايه، اتعمل مع الرز مشغول، اتعمل كبسه، اتعمل مندي، اتعمل مشغول او برياني بالزبيدي حكايه. اه شفت السمكه خدت لون حلو ازاي، تتاكل وهي نيه. جيز معايا هنا علشان في تفاصيل لازم نعرفها. الصينيه ما خدتش غير ثلاثه، بيقول لي لازم تعمل الرابعه، ما فيش مكان، اعمل ايه؟ اهو انا عايز اعملها والله عشان اتغدى بيها. هاخد شويه الصلصه اللي معايا دول احطهم على الخلطه دي كده اهو زي الفل. تمام يا عم الشيف، هناخد السمك ده كده زي ما هو وهندخله الفرن. اللهم صل على النبي. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ اه بالشكل ده كده اللي انت عملته. عود نعناع حلو عشان ست الكل لما ناكل التوم ده مفيش ريحه توم تيجي بقنا. وهنحطها على شبكه الفرن تقريبا. عينيا اهي زي الفل. شوف الحلاوه دي كده مكانها فين اهي. بص الحلاوه هنا، بص على الجمال والحلاوه. شوف اللوحه الفنيه المرسومه دي اهي زي الفل اهي. يلا هنسيبها تاخد تشميعه وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ومش هطول عليكم عشان في تفاصيل كتيره النهارده لاكله سمك. وخليها سمك النهارده، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. نعمل سمك بوري سنجاري النهارده، كلنا احنا شطار في المصريين، وعايز اشهد شهاده للامانه يعني بجد، احنا المصريين اشطر حد يعمل سمك في العالم سبحان الله. ايوه بقى في الكفته والكباب لها ناسها، ممكن بتختلف من بلد لبلد عشان نتكلم، انما الاسماك بالذات ده ملعبنا احنا المصريين. اه عندنا مزارعنا وعندنا انتاجنا وعندنا حاجه زي الفل. وسمكة البوري بالذات سمكة عزيزة حلوة. ايه المشكلة لما اعملها سنجاري بخلطة كده وعلى طريقة الشيف المغازي؟ اهو طماطم مقطعها كريهات صغيرة، سيبكم من مصطلحات الكريهات ديت، يعني مكعبات صغيرة ناعمة اهي بالسكينة كده. طماطم طازة، ملاحظة ان انا ما حطيتش اي معجون طماطم خالص. السمكة ما ينفعش ان احنا يعني طعمها نيجي جنبها، سمكة طعمها لطيف وجميل، فقللي من البهارات، قللي من الزحمة بتاعت الحاجة اللي ممكن تغير طعم السمكة. شفت انا عملت مارينيه لطيف، في عصير الليمون، في التوم، في معلقه فلفله حلوه، في شويه بهارات من الكمون والكزبره اهو. ما حطيتش بقى حبهان، حبهان مع كبسه الزبيدي او كبسه الهامور. ما حطيتش هيل، ما هو الهيل الحبهان يا مغازي. ما حطيتش قرنفل مع الكبسه وهكذا اهو. ده فلفل اتقطع بالشكل ده كده، وده كمان معانا. زي الفل. الشوية الحلوين دولت خضار لازم يبقى حي كده. بننزل على الخبرة الطهوية اللي موجودة هنا. شوف الحلاوة، شوف الحلاوة، شوف الجمال. السبكت ولا ما سبكتش؟ هي دي الكشنة اهي اهي، شامم ريحتها اهي اهي اهي. الله، نشفت ميتها، البصلاية اتكرملت معايا، الريحة مش قادر اقاوم. بناخد شوية شوربة حلوين من دول هنا اهو. الله، هو ده. وناخد الخليط بتاعنا ده كده يا مغازي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. اه اه كل ده نقلب دول كلهم مع بعض. الله، دي خلطة السنجار يا شيف، انت عامل اكلة بقى طبخة دي. اه ما هي الطبخة دي يا ست الكل، عايزة شوية رز صيادية، وعايزة السمك السنجاري ده، وقلب الصغير لا يتحمل. اه شفت الخلطة دي اهي السبكة ازاي؟ طبعا مش هستنى على الطماطم ان هي تدوب، انا عايز الطماطم تبقى حيه في قلب السمكه. خلي بالك ده مهم جدا، طماطيه الطماطمايه او مكعبات الطماطم اللي انا حاططها دي لما تبقى حيه في قلب السمكه لها طعم. اشتغل تاني بقى، اعمل ايه؟ اخد الخضره بتاعتي، كزبره، كرفس، اوت شبت واحد بس، ما تكترش من الشبت ده.
هيسرق لك الطعم ويضيع مجهودك كله. هتقلب على محشي، نشيل العروق دي مش عايزها، خلي بالك ده مهم جدا. وناخد كده الحاجات ديت بالسكينه كده، فرمه دي كده، والخضره تتغسل يا امي يا خالتي يا ست الكل يا ست الحبايب. الخضره تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. هناخد ده كله في قلب الخلطه كده ونقلب دول مع بعض. الله ايه الحلاوه دي يا شيخ، ايه الجمال ده. نعم يا غالي، بيقول لي انا شايف فيه حاجه حمراء، ده قرن فلفل كده حاطه هجرنش بيه السمكايه، سايبه كده ايه يستوي مع الخلطه عشان ما يبقاش ني في قلب بطن السمكه. قرن الفلفل ده ممكن يكون اخضر، ممكن هلامينه اللي زي ده موجود ده معاه كده اهو، لهاليبه ده اهو. شوف ده هدا مهم، هنسيبها كده وتعالوا نطلع السمك بتاعنا من النار. شويه غلبه بس هناكل سمك بطعم تاني. السمكه اتشمعت على شبكه الفرن، عندك الفرن بتاعك غاز، بترفعي الشبكه بتاعته وتخليها قريبه للنار اللي فوق، ده مهم جدا على فكره. ليه يا شيف شمعت السمك؟ عشان الزفارة وعشان السمكات تاخد طعم وتاخد لون. افتح يا سمسم، نطلع السمك. الله شفت الحلاوة دي كده بقى. هنعمل ايه بقى؟ شوف التركية دي بقى، بص على الحلاوة دي كده، بص على الشهاوة دي كده. بناخد شوية البهريز دول بينزل في قلب الايه كشنة، في قلب الخلطة، ده مهم جدا، بيطعم الخلطه كلها. ونحطها كده قدام عينينا. العود النعناع ده خليه في قلب بطن السمكه عشان ريحه الثوم. ونمسك نوزع الخليط ده كده، ولازم الطماطم تبقى حيه في قلب الخلطه. اللهم صل على النبي. ونوزع كده يا عم الشيف، بدايه من الراس بتاعت السمكه، ونحط الخلطه دي كده. اللهم صل على النبي. وناخد القرن الفلفل الحلو ده كده نحطه هنا، ونفس القصه هنا لعند راس السمكه، وناخد الخلطه دي نوزعها كده. وخلي لحم السمكه او ظهر السمكايه البوري بالذات تبقى باينه، لانها هتاخد لون كده وتاخد حمار. بعد بيحب يجود بقى يحط شويه جمبري، انت ركز في المضمون. الجمبري ده يعمله مع شوربه مع رز، يعني هي مش بهواه وبس، يعني ما مش كويس، انا ضد الموضوع ده خالص. يعني ممكن تشتري بقى شويه جمبري وتحطهم في قلب السمكه، خلي الجمبري بشخصيته، خلي البوري يا ست الكل بشخصيته، وخلي البولت بشخصيته، وخلي الهامور والوقار بشخصيته. واللي يحشي لك السمكه من جواها جمبري، جمبري مع شوربه ماشي، شويه ملوخيه وطشه الجمبري فيها ماشي، شويه فتت جمبري بالخل والثوم ماشي، شوربة جمبري بالكريمة ماشي. هناخد دي زي ما هي كده يا عم الشيف على فين بقى؟ لا لسه يا غالي، لسه هتخش النار، وربنا يكفينا شر النار. درجة حرارة الفرن عندي 100 لا ده دلعالي دي بقى، ما تزعلنيش دلعالي، بالله عليك ده دلعالي. شوف أنا بعمل إيه بس التركاية دي، أنا عايزك تجودي زي كده. إيه اللي بتحطه ده يا شيف؟ أقول لك، دي زبدة برضو اختياري. بحط على اللحميه بتاعت السمك كده، تقوم تطعم وتخلي لك السمكيه طريه وفيها جوسي كده وفيها طعم. شفت الجو ده كده؟ انت ما بتعمليش كده، طب جربي كده. انا عايزك تحكمي على الحاجه بعد التجربه، مش في مثل شعبي يقول لك اسال مجرب ولا تسالش طبيب؟ هو ده. جربي فص زبده صغير كده على لحم السمكه، على بطن السمكه، على ظهر السمكه. دخلها الفرن مخرجنا الجميل، العب. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مدرسه مدرسه. هناخد دي كده، يلا اهي سخنه، خلي بالكم. لما بقول الصينيه سخنه وحطيتها في الفرن من قبل ما اطلع واعمل مقدمه البرنامج عشان تعرفوا حضراتكم التفاصيل، لازم يكون المعدن او الحاجه اللي بسوي فيها السمك فيها درجه حراره، دي مهمه جدا علشان ما تنشفش السمكه على الصينيه ما تسخن. نيجي ناكل السمكه يقول لك السمك ما فيهوش طعم، ما فيهوش ناشفه، عامله زي السفنجه، فكل حاجه تبقى سخنه. اضرب الحديد وهو سخن يا غالي، هندخل دي الفرن، بس المره دي بقى مش تتحط فوق، تتحط في النص. بالشكل ده كده.
اهو يا غالي اهو، ونشيل دي من هنا عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى. ايه الحلاوه دي؟ السمكه بدلها بشخصيتها بتتكلم مصري. عايز تشوف السمك؟ ده ليك في الايه؟ في الحاجات التقيله. صل على الحبيب وبص يا غالي. اللهم صل على النبي. ارفع يا عم الشيف وحطها على الشبكه من فوق شويه. اه يلا اهو حاضر اهو اهو هاي. لا ده قرن لهاليبه. ايوه حلو. واهم حاجه ان السمكه عامله زي المركب في قلب الصينيه يا شفيق. اهو اهو انا عارف بيعذبني شفيق. اهو عندي شغل تاني يا شفيق. اهو هندخلها الفرد كده. اهو حلو اهو تمام. تاخد الشكل كده زي الفل. السمك عندي مستوي كل حاجه. اعمل ايه يا فندم؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه والجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ تتحدث عن نفسها تعني مليون كلمه. اللهم صل على النبي. نطلعها من الفرن. ابن حلال قال لي يا شيف السمك في الفرن. طبعا هو بيرسم على واحده بوري، بيرسم على واحده ايه بوري. تعال نغرف السمك بتاعنا. انت خلصنا؟ عايزين تقولوا نجري يعني ولا ايه؟ حاضر يا فندم. عايزين يقولوا له وقتك خلص يا شيف. بس بالله عليك يعني حد يشوف السمك ده ويجري؟ دي تتحط هنا كده. خافش، خليك مع الله، خليك تحت سقف ربنا. تعالي يا حلوة، شيل دي من هنا الورقة عشان ما تجيش في ايد الأولاد. وناخد دي للسمكة، ظهر السمكة دي يتحط هنا كده. اللهم صل على النبي. فاضل معايا واحدة بسلكها كده. يا نعم عينيا. نشيل دي كده. الله عليك. طبعا ورقة الزبدة أنا حاطط الاحتياطات عشان ورقة الزبدة بتحمي السمكة بتاعتي من الفويل. أهو نفس القصة، نشيل ورقة الزبدة دي من هنا. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ والسمكة براسها، يعني الشطارة في إنك أنت تعرفي السمكة من الديل والراس بتاعها، هل هي بوري؟ هل هي قاروص؟ هل هي هامور؟ آه. الله، التفاصيل دي مهمة جدا. آه. نروق الترابيزة بتاعتنا بقى، ونحط دي كده عشان مخرجنا عايز يشوفها، يغازلها. والمناديل كده ونمسح كل ده. الله اكبر. معايا الشوربه اغرفها حالا دلوقتي. سيرفيز الستانلس بتاعنا بالشكل ده كده. عايز الصراحه السجاري كمان يفضل انك انت تقدميه في نفس الصينيه اللي انت بتعملي فيها، خلي بالك يعني. يفضل عندك صينيه بشكل مستطيل بتاخدي السمك ده ترصيه في قلب الصينيه وتقدميه في نفس الصينيه زي ما بتعملي صينيه سمك بالبطاطس كده في نفسها، وانت تعرفي الايه الاكل يبقى باين طبعا بشكله طبيعي طبعا. يعني احنا بناكل السنجاري بناكل اللحم بتاعه مع الخضار. السمك جاهز معايا سلايز من الليمون هنجرنش بيه الطبق بتاعنا. اهم حاجه ان لحم السمك نضرب فيه الشوكه نلاقي بياضه، دي للسمكه بشخصيته كل ده. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ليمون زي ده كده بناخده بالسكينه كده. ده مهم جدا على فكره، دايما في المطاعم بنروح بنلاقي الليمون يتصدر البرزنتيشن او الشكل بتاع الطبق، منه نعصر منه ومنه يبقى بشكله حلو طبعا، وخاصه الليمون الطليان الكبير ده كده قطع بالشكل ده كده. الطبق بيستاهل ان انا اهتم بيه. شفت بقى الطبق خد شخصيه ازاي؟ اهو
نفس الموضوع. يبقى انا ضربت عصفورين بحجر، سلايز ليمون جارنيش، وفي نفس الوقت كمان يا عم الشيف اقدر ان انا استخدمه مع الاكل بتاعي. اهو الف هنا وشفاء للي ياكل. الشوربه بتاعتي اخبارها ايه؟ على النار، شوف الحلاوه دي بقى، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. مهم جدا نشوف السمك اخباره ايه بشخصيته. خليها سمك النهارده ولكن بتفاصيل صغيره بتكلفه قليله. الخبره الطهويه هنا لا تقدر لا بالمال ولا باي حاجه في الدنيا. ليه؟ حبك لمطبخك ومفاتيح السعاده الزوجيه ما بتتجابش من السوبر ماركت، بتتجاب من القلب، من اليقين والقناعه اللي جوايا ان انا اعمل حاجه حلوه لاولادي واسرتي. رؤيه فن ابداع بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.